في الإطار المخططي التأميني المتخذ من قبل المديرية العامة للأمن الوطني الخاص بموسم الاصطياف، سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر جملة من التدابير والإجراءات الأمنية لتأمين المصطافين والعائلات على مستوى محطات نقل المسافرين. الفرق الأمنية لولاية الجزائر تنقلت إلى محطة نقل المسافرين بالخروبة بالعاصمة لحث المواطنين بخصوص ثقافة التبليغ وإخطار الجهات الأمنية عن السرعة والتجاوزات الخطيرة التي يتسبب فيها سائق الحافلات عبر الطرق الوطنية والولائية، والتي تخلف كل سنة العديد من الضحايا. التصريح: ثقافة التبليغ جد ضرورية، المواطن يعتبر جزء من المعادلة الأمنية، لأنه ما كل مكان إلا أنه في التطبيق هذه سينو يديروا رايها كل واحد يدير رايها شيء أكيد. لهذا احنا دائما نحثوا المواطنين على ثقافة التبليغ. عندك كذلك حتى مواقع التواصل الاجتماعي المديرية العامة للأمن الوطني، أي موضوعات تحتصر عندك الشرطة الجزائرية تكتب عليك بعد لهم يعني رسالة ولا شكوى تاعك راح يتلقاوها كذلك ويعالجوها. عندك شرطة في الجزائر العاصمة صفحة كذلك على فيسبوك تابعة لأمنية الجزائر، تقدر كذلك تبعث لهم صور وحتى الفيديوهات.